ليس أكثر من يوم اختفى فيه آباؤهم. هذا ما يعنيه 21 سبتمبر لمئات الأطفال الذين كبروا بعيدين عن آبائهم، قريبين من حفظ وترديد أغاني الشوق والفراق والفقد وطرق الاحتجاج. تعرف الطفلة أنها وإن غنت وإن لونت الشوارع ورفعت الرايات فلن تعود إلى المنزل لتجد والدها في الانتظار، ولن يسمح لها برؤية من أصبح صورة وكلمات تحاول أن ترفعها في شوارع صنعاء وأزقتها الخائفة. هو شعور يسكن مع الأمهات التي تنتظر يوما غير هذا، ووجوه غير التي تحرمهن ممن دخلوا السجون بلا سبب وبقوا فيها بلا حق. يكتب أحد المعتقلين من سجنه: تمنيت أن أموت قبل أن تقف أمي يوما واحدا تحت الشمس تنتظرني. ذهبت الشمس وعادت مئات المرات، وأمهات المعتقلين يقفن تحت حرارتها ويحصين الأيام. قبل 21 سبتمبر 2014 لم يكن هناك رابطة لأمهات المختطفين، ولم يكن عدد السجون قد وصل إلى ما وصل إليه، ولم تكن أسر 10,000 معتقل في سجون الحوثيين وصالح وفق تقديرات مصادر حقوقية تنتظر خارج الأسوار. لقد جلبت هذه الأعداد من أماكن العمل ومن أوساط الشوارع، ولأول مرة اعتقل الأكاديميون من قاعات الدراسة والمعلمون من بين طلابهم، واقتحمت المنازل ووضعت القيود حول كل يد حاولت الاعتراض على مصادرة أحلام اليمنيين وحياتهم. عادت تلك السنوات التي اعتقد اليمني أنه تخلص منها حاملة معها الكثير من المآسي والويلات، الفارق فيها أنها أصبحت أسرع وأكثر اجتياحا منذ قبل.